سوريين عرب كرد أرمن تشركس لكل الشهداء لأنه أرض سوريا كل شهيد. الدولة الداعمة للإرهاب هو تركيا. تركيا ما زال بيهدد شرقي فرات وغربي فرات. تهديدات تركيا لشرقي وشمالي فرات. ما مسير حلب؟ دمكي وسعدات تهديد زيدابو يعني تهديد نتني تركيا بركي قيادك عما نتني تهديد تركيا تهديد أمريكا جتده تهديد روسيا جتده تام دقي فترة حركة جيليا روجافا باكورة سوريا جشلي بريار جد جبو قراصنة دسكفتية شورش روجافا وجبو تيجي تهديد عبسكلي حملة تشالاكية دسمكرين. هي المؤامرات مستمرة على الشرق الأوسط من قبل الاستعمار الصهيوني منذ تاريخ تقسيم كردستان وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات